ونص، 3 جنيه، 4 جنيه، 10 جنيه ونص، كفايه جنيه. عم ستار! ايوه في ايه؟ خد الجنيه ده، هات لنا بنص جنيه فول و75 طعميه. ايه دي؟ ده جنيه؟ ايوه جنيه. يعني ما شفتوش قبل كده؟ ما بعرفوش. ده جنيه فضه يا غباوه. ما اعرفوش بقى. تفهم في الورق؟ اه هو دي. اتفضل. يلا 75 قرش طعميه و50 قرش فول. 75 و50؟ طب كده هيبقى نص جنيه. يا حبيبي على ذكائك، هات لنا بقى 40 قرش باذنجان و30 قرش ترش. 40 و طب هيتفضل ربع جنيه اعمل بيه ايه؟ انا عمري استخسرت فيك حاجه؟ لا. خدوا عم ستار حلال عليك. ربنا ما يحرمنا من بحبحتك يا ست وفاء. ولا يحرمني من غباوتك. شوف بيتحنجل ازاي. وانت يا اخويا اسم الله على صوابعك، يعني هتشوف ايه بالليل كده؟ شندي شندي نفسك انت يا قليل الادب. وفاء يا وفاء، تعالي يا اختي. شوف يا ساتر يا رب، في ايه يا اختي؟ الجماعه دول عايزين يصوروا فيلم عندنا. صوروا فيلم؟ اهلا وسهلا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مين بقى حضرتك؟ انا شندي الاستاذ فايز الساكت، المخرج السينمائي الكبير، صاحب الكليب المعجزه، شيل النقط من على الحروف، احنا طلعنا خلاص عروف. وفايز الساكت ليه ما بيتكلمش ولا ايه؟ فاكره يا بت ده الجزء الثاني بتاع الخروف ده بتاع ال وايه المطلوب مننا حضرتك؟ شندي الاستاذ فايز بعد ما وصل الكليب المصري للعالميه وخلى سمعه مطربينا على كل لسان، قرر انه يخرج افلام علشان ينتشر السينما المصريه من القمه للقاع. يا حلاوه، ده هو ده اللي هيوطي راسنا في كل المهرجانات. منى، وعايزين ايه بالظبط مننا بقى حضرتك؟ وانتي هيبقى لك الشرف العظيم انك توصلين للهدف ده. الاستاذ فايز اختار الفيلا دي من مئات الفيلا العشوائية عشان أصور فيها يوم من أول أفلامه، برعي والمستحيل. البيت عبيت ولا إيه؟ ده من رابع المستحيلات اللي أنتوا بتقولوها. فيلا إيه يا أستاذ اللي أنت عايز تصور فيها؟ الفيلا دي ليها سمعتنا، إحنا 4 أخوات صحيح عايشين فيها بشرفنا وبسمعتنا الطيبة، لا يمكن استحالة يحصل فيها تصوير أبدا. إحنا هندفع 10,000 جنيه. ده لا يمكن أبدا. يمكن ايه؟ بيقول لك 10,000 جنيه، انا كراح انت هتموتيني. احنا موافقين. الكاميرا فين بقى ان شاء الله؟ شندي الكاميرا والمعدات هيكونوا منصوبين هنا من الفجر، ومتقلقيش خالص، الفيلا مش هيجرى لها اي حاجه. ولو جرى لها يا اخويا احنا ما بنقبلش العوض ابدا. لا بنقبل، بنقبل العوض يا منى. وانا كنت هقول له الاول احنا ما بنقبلش العوض، بس انت اتسحبت من لساني، كنت ما بنقبلش العوض. يبقى مش اي تلفيات، اي تكسير، اي خرابات هتحصل في الفيلا حضرتك هتدفعوا ثمنها كاش، لا شيك ولا فيزا. عندك اي استفسار تاني؟ عندي للاستاذ الساكت، بدل ما هو ساكت يرد عليا. بس اسال حياتك سؤال بس، هو شندي بالنسبه لك ده ايه؟ شندي يا باي. برافو برافو. فريق المشهد ده تنتمي يا استاذ. 120 ميل داخلي. ها شندي. ايوه يا اخويا، فاكر نفسك قاعد على قهوه بعره يا روح امك؟ حاطط رجليك على الترابيزه، قوم. شكرا ستيما، ده متعب قوي. ايوه يا بيبي، الدور هخليكي نجمه مصر الاولى صدقيني. بس قولي انت سنك كام سنه؟ 18. احب الموز. حلو شندي. استاذ عمر فين؟ اتقفش في كمين عشان موش بطاقه، وبعتنا واحد من الكومبارس عشان يضمنه. المفروض يا شندي يبقى اول واحد في اللوكيشن لانه بطل الفيلم. معلش يا استاذ، حضرتك عارف نجوم اليومين دول. ومين اللي هيعمل دور الام يا شندي؟ بصراحه الاستاذ محمد الشربيني المنتج قفش علينا وبيقول ان الدور مش مستاهل حد معروف. مش دي الكاميرا يا اختي؟ لا يا عبيطه، دي المروحه اللي بتهوي عليهم وهما في التصوير علشان ما يعرقوش. انتوا الاثنين عبت. دي التلاجه اللي بيحطوا فيها الحاجات الساقعه عشان ما يطلبوش حاجه من البوفيه. هناء روحي اجري كده قدام الكاميرا عشان تطلعي في المنظر ده. انا لو مشيت قدامها اطلع معاهم. بس لا لا، دي كاميرا قديمه قوي. يا ده اكيد فيلم من اولاد اللي بيتعمل في 3 ايام وربع.